أم إبراهيم من الجزائر. السلام عليكم. يا أم إبراهيم وعليك السلام، كيف الحال؟ رمضان مبارك علينا وعليك يا أم إبراهيم، على الأمة الإسلامية جميعا. كيف الجزائر؟ الحمد لله الحمد لله. الله يديم عليكم الأمن يا رب. آمين آمين. دعواتكم معنا إن شاء الله. الله يديم عليكم الأمن والأمان ويحفظ بلادكم. آمين ويكفيكم شر الأعداء ويحرر بلادنا إن شاء الله. إن شاء الله، الله يسعدك. إن شاء الله. الشيخ الله يخليك، عندي زوج أسئلة من فضلك. نعم قولي. سؤال الأول، أنا بشتغل في المحاسبة. نعم. وعندنا إحنا زبائن يطلبوا منا، يعني إحنا المحاسبين نحضروا لهم الملف لكي يقاضى القرض من البنك. إيه يعني أنت تجهزين؟ هل هذا جائز؟ ها؟ أنت هم يطلبون تجهزين؟ إيه عندي زبون. هي. أنا بحضر له الملف لكي يذهب إلى البنك ويأخذ القرض، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هو يقول لك يعني أنا أريد ملف عشان أخذ قرض ربوي من البنك. إيه. أنت مجبر على إعداد الملف له؟ إيه لأنه زبون عندي. إيه أنت مجبر يعني لو ما فعلتي هذا الأمر يقومون بناء خدماتك. ما عندك صوت هواء؟ لا أنا سامعك ولا أنت سامعتني. انت في الطيارة؟ الو عندك صوت هواء؟ الو اي معك، سمعتني الحين؟ سمعني الحين؟ ايه الحين سامعك، سامع اللي عندك. الحمد لله الحمد لله. اسمعي انت لو ما فعلتي اعداد الملف هذا يتم انهاء خدماتك، صح؟ هذه هي صح؟ هذا هو النقطة. ايه وتتبهدلين في العمل، لا اعدي له وزره علي وما يخصك، أعدي له وأسأل الله عز وجل يبدي لك عملا خيرا من هذا، لكن أنت عملك حلال صح؟ هو طلب رسالة أليس كذلك؟ أنا لما مثلا يأتيني والله أكتب أريد ملف محاسبة عن راتبي، إلى من رسالة موجهة؟ إلى بنك مثلا وسيم، أنا ما يخصني إلى بنك، هو ما أخذ، افرض هو موجه رسالة لشيء آخر، قرض ما قرض، ربا ما ربا، أنا ما يخصني، هو طلب أن أعد له رسالة، ليس لي علاقة أين سيأتي بالرسالة. نعم.